السلام عليكم. مقطع اليوم راح اتخبط في افضل الاماكن في ام ام 2. طبعا قبل بدايه المقطع لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبسم الله نبدا جيتسو الترقل. ها وين انا؟ رحت المكروم. ماما. اوكي يا شباب، ادور مكان اتخبى فيه. اوه يمديني اخش بالخزانه. تذكرت يوم كان المتنمرين يحطوني في الخزانه ويسكرون علي. اذا تبغون تفرحوني سووا لايك واشتركوا. صح يا شباب، نسيت اقول لكم، وعلى الكوفي ذا زبال، لا احد يشتري منه يا شباب، جاب لي تسمم. طبعا يا جماعه دخلت سفر عربي، ما ادري كيف راح اتخبى فيه. يا كيف بتخبوا هذول هنا؟ اوكي يا شباب، لازم صوره اتخبى، لازم اشوف مكان يكفيني. انا اعرف وين اتخبى يا شباب، فوق الشوايه عشان يحسبوني اللحمة محروقة. خايسة؟ خلاص أنا آسف، ما راح أعيدها يا شباب. أتخبينا يحسبوني دولاب. شباب عرفت وين تخبى. ها؟ تركي أنا خس وأنا خيار. طبعا يا شباب الشهرة صعبة يا شباب، عشان كذا يا شباب لا تصيرون مشاهير، اشتركوا في قناتي وخلوني أنا المشهور. الحين صار وقت هم اللي يتخبون مو انا. طبعا يا شباب انا يسموني تركي ساطور. طبعا اكيد تسالون تركي ليش يسمونك تركي ساطور مو تركي سكين؟ لاني دب. شباب بستغل اني مشهور وبنادي متابعين يا حبايبي عشان اقتلهم. تعالوا يا حبايبي، تعالوا 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 تعالوا. موت موت يا اخي. الحمد لله ايزي. ممكن سكين؟ خذي سكين يا عيال، احب اسوي الخير والله. يا شباب انكم تسوون الخير هذا شيء رائع. قالت ابغى سكين وطعنتها بالسكين. خلوكم زيي يا شباب، هالمره مو انا اللي اتخبى، هم اللي يتخبون. طيب شباب الحين المفروض ان ندور مكان نتخبى فيه، بس هذول ما شاء الله يلحقوني بكل مكان. الشهره صعبه. عرفت يا شباب وين اتخبى؟ بتخبى هنا عشان يحسبوني جرك المويه. اوكي يا شباب جينا مستشفى، لازم نشوف مكان في المستشفى نتخبى فيه يا شباب. عرفت، بوقف هنا عشان يحسبوني الطابعة. خايسة؟ خلاص ما راح أعيدها. أنا أغنى منك. لحظة، القبوع اللي أنا لابسها بخمسين ألف روبوكس. تهل. اوكي يا شباب لازم ادور مكان اتخبى فيه. مطبخ، لقيت المكان المناسب، بتخبى هنا عشان يحسبوني مكوين. طبعا يا شباب قلعي بتخبى. قلعي انتوا ايش تبغون تلحقوني؟ عرفت يا شباب وين اتخبى؟ بتخبى في الحمام عشان يحسبوني زقه يابسه. خايسه؟ خلاص اسف. بسم الله. خذ المسدس. اوكي. الحمد لله. هذه فوائد انك تكون مشهور. خنتك! القم. اوكي يا شباب الماب هذا الاماكن اللي تخبى فيها كثير، بس انا عندي مكان اسطوري اللي في امه خير يعرف المكان هذا، ما حد بيجيبني. انا اوريكم وين بتخبى يا شباب، بتخبى جنب الدبابه هذه عشان يحسبوني دبابه ثانيه. تحب الدبابات؟ بدور مكان ثاني تخبى فيه يا شباب. شباب بتخبى مع الكورتين هذي عشان يحسبوني كورة ثالثة. خايسة؟ خلاص انا اسف يا شباب. شباب تخبيت هنا، ما حد بي... يا جماعة كنت راح اتخبى هنا لكن جسمي كبير ما يكفي اني ادخل. عن ام الظلم، والله روبلوكس ظالمة يا شباب. يا عيال قاعد ارقص بنص الماب عشان يتجمعون علي المتابعين وبعدين اقتلهم. ايه تعالوا تعالوا، ايوه تعالوا رسومي، حياكم الله حياكم الله حياكم، ايه
ارقص ايوه ارقص ارقص. ما حد بيثقون فيني. تعال وينه اخيرا. ما ينمسك مع الوالدين ذا. كأني اشوف في احد هنا. ما شاء الله شو تسوي هنا؟ ايزي ايزي بارتي ركس لحالي. هو لازم الغدر يا اخوان. هذه لعبة غدر يا شباب. هذا يقول لا تثق في الدبة. عساس انت نحيف الحين. طبعا يا شباب الحكم اني متواضع وكذا وطيب فضفت كل اللي بالسيرفر كل المتابعين ضفتهم. شفتوا كيف؟ شفتوا اني متواضع؟ شوفوا التواضع يا شباب اللي انا فيه. ضايف هذول كلهم اللي ضفتهم بالسيرفر يا شباب. كنت ضايف 10 وصاروا 17 ومستحيل احذفهم. A few moments later. المهم يا شباب نكمل تصوير. طبعا يا شباب بتخبى فوق الفرن عشان يحسبوني قدر ضغط. اسمع صوت سكين. ما عليكم يا شباب تركي قادم للانقاذ قادم لكم بسرعة جريندايزر. احس اني خلاص خفت يا شباب غيرت رأيي برجع. وخر الله ياخذك. ليش؟ ايش الحقوني عشان يدوب لاني فريسة سهلة. هذا ايش تبي عندي؟ يا ولي ملا ليش سألت ليتني قاعد ساكت يا ربي. ترك اللقافة هذه. ليش دائما تطلع قدام وجهي يا ربي؟ ليش سويت يا ربي؟ وش ذا الظلم؟ وش عشان يدب والله انه عشان يدب العنصرية. هذه كيف تعرف مكاني؟ هذه شلون تعرف انا وين؟ حسبي الله عليها. كل من جمال توبا 50 سنت كل هالمصايب بسبب جمال توبا. واخر عني العنصرية حسبي الله عليك عشان يدب تغارين مني. بخاء اطلق عليها يرحم امك. اطلق عليها بسرعة يا ربي. ليش سويت انا؟ بس سرقت فسحة جمال وكذبت على مدير المدرسة ان جمال يبيع دخان. بس هذول ساعة يتضربون يا اخي. احد فيكم يفوز؟